السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو خاص بالمادة ديال الفينونس بيبليك سمستر 4. هذا البارتي 2، الجزء الثاني اللي إن شاء الله غنهضر لكم فيه على لو رول دو بيدجي دو ليتا دو ليكونومي. هذا الإبيزود الأول ديال هذا الشابتر 1 اللي غادي يكون فيه شحال من إبيزود اللي ان شاء الله قلت لكم نهضر لكم فيه على لو رول دو بيدجي دو ليتا دو ليكونومي. نعرفوا شنو هو لو بيدجي دو ليتا، شنو هو لو دووا بيدجيتير. نهضروا اوسي على لو دو فينونس، بروجي دو فينونس، لي زيتاب اللي كيدوز فيها لو دو فينونس، من الالابوراسيون ديالو، لوتوريزاسيون ديالو، ليكزيكيسيون ديالو. اوسي نهضروا على لي ديبونس ديال ليتا، نفقات ديال الدولة، نشوفوا الأنواع ديالها، نشوفوا شنو هو الأمباك ديالها على ليكونومي، نهضروا أوسي على لي غوسي ديال ليتا، ونهضروا على لانترفونسيون ديال ليتا في ليكونومي، اش قالوا عليها لي تيوري سي ان ايكونوميك اكسيتيرا. المهم شحال من حاجة إن شاء الله نكتشفوها في هاد الشابيتر اللي غادي يكون إن شاء الله شابيتر غني بليزانفورماسيون إن شاء الله اللي غادي تفيدكم في المسار الدراسي ديالكم. دونك على بركة الله نبدا لكم الشابيتر 1. دونك اول حاجه غنهضروا عليها هو لو دووا بيجيتير او قانون الماليه، لو دووا بيجيتير ولا قانون الميزانيه. دونك شنو هو لو دووا بيجيتير؟ راه ضروري اول حاجه باش حيت الفينونس بوبليك كما قلنا هو واحد الاطار قانوني ديال لانترفونسيون ديال ليتا في ليكونومي باغ لانترميديير ديال لي ديبونس بوبليك. وهاد لي ديبونس بوبليك اللي كتفينونسا باغ لي روسيت ولا لي ريسورس ديال ليتا. دونك دووا بيجيتير هو داك القانون اللي كينظم ليا هاد الفينونس بوبليك ديال الدوله. دونك لو دووا بيجيتير سي لونسومبل دي ريغل جيريديك، يعني نسمعوا الكلمه ديال دووا كما قريتو في لانتروديكسيون ا ليتي دووا في سومي 3. كتعرفوا بان كلمه دووا كتعني اونسومبل دي ريغل، هذا دووا اوبجيكتيف. سي لونسومبل دي ريغل جيريديك، يعني ملي كنسمع دووا بيجيتير هو مجموعه من القوانين، من مجموعه من المساطر القانونيه اللي كتنظم ليا واحد الحاجه. تنظم ليا اش؟ كتنظم ليا الماليه ديال الدوله ولا تدخل الدوله في ليكونا عن طريق لي فينونس بيبليك. دونك لو دووا بيجيتير سي لونسومبل دي ريغل جيريديك ابليكابل à la prévision, يعني التوقع، l'autorisation يعني المساعدة، et l'exécution au تطبيق ديال دي روسيت et dépenses de l'État. دونك هذا هو الدروي بيجيتير. الدروي بيجيتير هو مجموعة من القوانين ولا مجموعة من المساطر القانونية اللي كنطبقوها على قانون المالية، يعني الود فينونس، يعني من لا بريفيزيون ديالو، لوتوريزاسيون و ليكزيكسيون ديالو. هذا هو لو دووا بيجيتير. لو دووا بيجيتير هو دوك المساطر القانونيه اللي كتنظم ليا الفينونس بيبليك ديال الدوله، يعني لي غوسيت اي لي ديبونس دو ليتا، من بريفيزيون ديالهم، لوتوريزاسيون اي ليكزيكسيون ديالهم. لو دووا بيجيتير اي اتخواتمون ليي على ناتور دو ريجيم بوليتيك دان بيي. Chaque régime politique se distingue par la répartition des pouvoirs entre le gouvernement et le parlement. Donc, nous avons le droit budgétaire, parce que nous avons le droit budgétaire qui est le même que le droit. Ça dépend du régime politique d'un pays. Ça dépend du siège de l'économie. Par exemple, le droit de la Jumhuria République, راه ماشي بحال الدوله اللي هي مثلا غوايو مملكه، يعني لو ريجيم بوليتيك راه كيختلف، يعني حتى لو دووا بيجيتير كيختلف. اوسي الا كانت واحد الدوله كتبع مثلا النظام الراسمالي ولا النظام الليبرالي، راه ماشي بحال واحد الدوله اللي كتبع النظام الاشتراكي. يعني ان لو دووا بيجيتير كيختلف من دوله لدوله على حسب النظام السياسي المتبع به بهاد البلاد هذا. دونك بالنسبه لهذا الريجيم بوليتيك هو اللي كيحدد ليا داك التوزيع ديال السلطات، لا ريبارتيسيون دو بوفوار اونتر لو غوفرنمون اي لو بارلمون. حيت ملي كنتكلموا على لو دووا بيجيتير، يعني قانون الماليه، ان لي غوسيت اي لي ديبونس دو ليتا راه كيداروا في الواد فينونس، مشروع الماليه. هاد الواد فينونس شكون كيديرو؟ الواد فينونس اللي كيدير لا بريزونطاسيون ديالو ولا لي ليبراسيون ديالو هما اش الابوراسيون ديالو هما الغوفرنمون، يعني البوفوار اكزيكوتيف، السلطه التنفيذيه. باغ كونطخ لو بارلومون اللي هو
le pouvoir législatif, Rakidina, l'autorisation le droit budgétaire ou la loi de finances. Après, Kadji, le gouvernement, Kadina, l'exécution. Donc, yani, à l'exception les pays, je vois le régime politique qui confère, yani, la répartition de pouvoir entre les deux. Le pouvoir législatif, l'autorité législative et l'autorité exécutive. Donc, on a qui a dit là, je n'ai pas de tabia de la droit budgétaire qui est pas fait de l'aide. Au moins, donc, on a dit le droit budgétaire, on a l'ensemble des règles juridiques. Les règles juridiques, on a dit qu'il y a la structure et le contenu des les recettes et les dépenses de l'État. Aussi, qu'il y a المراحل كي دوز منها الغوسيت لي ديبونس دو ليتا من لا بريفيزيون ديالو لوتوريزاسيون ديالو اي ليكزيكسيون ديالو دونك دابا غنشوفو بالنسبه لو كا دي ماروك شنو هما لي ريسورس دي دروا بيجيتير شنو هما المصادر اللي اعتمدنا عليهم في لو دروا بيجيتير دونك اول حاجه كاين لي سورس كونستيتيسيونيل او المصادر الدستوريه ضروري في المغرب اي دغوا راه عنده مصادر دستوريه يعني الدستور ديال المملكه هو اللي كيحدد ليا القواعد الاساسيه ديال الحياه السياسيه الحياه الاقتصاديه الحياه الاجتماعيه اللي كدور في البلاد دونك لي سورس كونستيسيونيل اول سورس بالنسبه لي سورس كونستيسيونيل كنتكلموا على لوا اورغانيك او القانون التنظيمي القانون التنظيمي ملي كنتكلموا على دغوا بيجيتير حنا كنتكلموا على لا لوف لا لوا اورغانيك دي فينونس القانون التنظيمي للماليه دونك هاد لا لوا اورغانيك هاد لا لوا كي فيكس لي ريغل دو فورم اي دو فون ديال لو دروا بيجيتير ولا ديال لوا دو فينونس يعني هاد القانون هو اللي كيحدد ليا دوك المساطر ديال المساطر اللي كنمشيو بها ولا القواعد اللي كتطبق في قانون الماليه دونك بالنسبه للسورس كونستيسيونيل الثاني هو الكونستيسيون الدستور ديال المملكه الدستور راه كيحدد ليا الحوايج اللي خصهم يكونوا يطبقوا في ليكونومي في الحياه السياسيه في الحياه الاجتماعيه ديال البلاد او سي كاين لا لوا القانون دونك لا لوا سي لو ليجيسلاتور داك المشرع كي اكزامين لو بروجي دو لوا دو فينونس اون فيكسيون دي ريغل فيسكال اي فينونسيير يعني لا لوا يعني ان من لي سورس ديال الدروا بيجيتير هو لا لوا هذاك لو ليجيسلاتور المشرع مثلا لو بارلومون هو اللي كيختبر ليا هاد البروجي ديال لوا دو فينونس يعني كيقرا هاد لوا دو فينونس كيناقشوا لوا دو فينونس في البارلمان ابري كيديروا لوتوريزاسيون ديالو اوسي عندنا لي تيكس ريغلومونتير دونك لي تيكس ريغلومونتير سي تيكس ريغلومونتير بري لا فورم دي ديكري اي دي زاريتي مينيستيريال كي كومبليت لا لوا دونك ملي تتكلموا على تيكس ريغلومونتير هنا بيان سور كنتكلموا على ديكري لي ديكري اللي كيخرجوا بروميير مينيستر وكاين لي زاريت لي زاري لي تخرجهم لي مينيستر دونك هادو دي تيكس ريغلومونتير واحد النصوص تنظيميه اللي كتنظم ليا لو دووا بيجيتير اوسي عندنا لا جيريس بريدونس لا جيريس بريدونس ولا الاجتهاد القضائي سي لو فور دانتربريتاسيون في لونسومبل دي جيريديكسيون دي رويون بور روندر ان فيرديكت لويال La jurisprudence englobe la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes. Donc, la jurisprudence, l'ijtihad al-qada'i, est une méthode, par exemple, un litige, un nazila, ou un conflit, par exemple, ou un qawsh. شي نص قانوني ما كاينش لا في الدستور لا في اللواء اورغانيك لا في القوانين ديال البرلمان لا في النصوص التنظيميه اللي كتجي من الحكومه ما كاين حتى شي حاجه اللي كتبين دونك هنا كيكون واحد الاجتهاد قضائي يعني ان المحكمه كدير واحد الاجتهاد باش تخرج واحد لانتربريتاسيون لشي حاجه نحلوا بها هذا المشكل دونك هاد لانتربريتاسيون اللي كدير لي جيريديكسيون دي رويوم كتولي سورس ديال الدغوا دونك هادو هما لي جيريس بريدونس دابا نهضروا على لو بيجي ولا لو بيجي دو ليتا ميزانيه الدوله دونك لو بيجي peut être défini comme étant un acte donc qui mot politique juridique et financier
par lequel sont prélevées et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'État. Donc, d'abord, tu as le budget de l'État. هو واحد العقد واحد الوثيقة سياسية قانونية ومالية. دونك هي سياسية قانونية ومالية، يعني كتخرجها واحد السلطة اللي هي سياسية اللي هو الغوفرنمون وكيصادق عليها البرلمان، جيريديك يعني عندها علاقة بالقوانين حيت كتكون فيها قوانين كتطبق على الفينونس ديال البلاد، اي فينونسي حيت كيكون فيها لي غوسيت اي لي ديبونس ديال ليطا، يعني كيكون عندها شي حاجه اللي كتفينونس بها ليكونومي ديال البلاد. دونك في هاد لاكت هذا تيكون في اش لا بريفيزيون توقع اي لوتوريزاسيون لي غوسيت اي لي ديبونس انيال ليطا، توقع والمصادقه على النفقات والموارد السنويه للدوله. دونك هذا هو لو بيدجي دو ليطا. دونك لو بيدجي ليطا ايتاناكس اول حاجه جوريديك، ما كنقولوا ان لو بيدجي ديال ليطا اكت جيريديك ولا بوليتيك، يعني انه كاينه سلطات قانونيه ولا سلطات سياسيه هي اللي كتدخل في لو بيدجي دو ليطا. دونك لو غوفرنمون اللي كدير ليا البريزونطاسيون ايلابوراسيون اي ليكزيكيسيون ديال لو بيدجي دو ليطا، اي لو بارلومون اللي كيدير لينا لوتوريزاسيون ديال هاد لو بيدجي دو ليطا. اول حاجه. ثاني حاجه، لو بيدجي ديال ليطا اي بريفيزيونيل، يعني كيفاش بريفيزيونيل؟ يعني توقعي، يعني ان هادوك لي غوسيت اي لي ديبونس اللي كيكونوا في لو بيدجي دو ليطا ولا في لوا دو فينونس كيكونوا غير بروبابل، سون بروبابل، يعني ماشي شي حاجه سيور، غير كنتوقعوا. تنتوقعوا مثلا اننا ندخلوا من لي غوسيت فيسكال شحال، تتوقعوا ان لي ديبونس مثلا ديال هاد السيكتور هذا ها هو شنو كاين، يعني ملي نقولوا بريفيزيونيل يعني ان لي غوسيت اي لي ديبونس اللي كاينين في هاد لو بيدجي دو ليطا سون بروبابل اي اونتيسيبي، يعني غير شي حاجه اللي محتمله ومتوقعه. اوسي لو بيدجي دو ليطا اي ان اكت دوتوريزاسيون، كيفاش اكت دوتوريزاسيون؟ يعني ان لو بارلمون دون لوتوريزاسيون او غوفرنمون بور اكزيكوتي لو بروجي دو بيدجي. ملي كنقولو دوتوريزاسيون يعني ان لو بيدجي دو ليطا راه ضروري خاصو يكون عليه المصادقه، يعني ان ما يمكنش نطبقوا هاد لو بيدجي دو ليطا، يعني هاد لي ديبونس وهاد لي غوسيت ما يمكنش انهم يطبقوا هاد لو مود دو فينونس لهاد البروجي دو بيدجي، ما يمكنش يطبق الا ما كانت لوتوريزاسيون ديال لو بارلمون. اوسي لو بيدجي دو ليطا اي ان اكت انويل، يعني واحد العقد اللي هو سنوي، يعني ان لوتوريزاسيون كتكون فالابل بور شاك ان، يعني ان لو بارلمون كيدير لوتوريزاسيون اللي هي انويال كل عام كندرسو كنصادقو على هاد لو بروجي دو بيدجي دو ليطا. لو بيدجي دو ليطا ايت ان مويان ايتيليزي بار ليطا بور اجير سيغ لا في ايكونوميك، يعني ان هاد الميزانية ديال الدولة هو واحد الوسيلة تتستعمل ليها الدولة باش تنشط وباش تراقب وباش تسير هاد الحياة الاقتصادية اللي كاين في هاد البلاد. دونك هنا كنهضروا على الموديل الكينيزيان، شي ديجا قريتو في الماكرو ايكونومي قريتو في لي بونس ايكونوميك، كنعرفوا بان كينيز هو مع تدخل الدوله، حيت من قبل لي نيو كلاسيك لي كلاسيك لي ليبيرو كانت الدوله خصها ما تدخلش في ليكونومي، كانت واحد ليبراسيون ديال الاقتصاد. جا كينيز باغ لانترفونسيون ديالو قال لنا بان الدوله راه خاصها تدخل في ليكونومي، تدخل عن طريق اش؟ عن طريق لي بوليتيك كونجونكتيغيل. دونك لي بوليتيك كونجونكتيغيل كاينه واحد البوليتيك كونجونكتيغيل، كاينه لو بوليتيك بيدجيتير، يعني ان الدوله ان لو بيدجي دو ليطا عنده واحد لامباكت اللي هو امباكت بوزيتيف على لا في ايكونوميك ديال واحد البلاد، هنا عن طريق ما يسمى بلو ملتيبليكاتور دانفيستيسمون. راه ديجا شفتوها، يعني الدوله ملي كدير لي زانفيستيسمون هادشي كيأثر في لو غوفي ناسيونال دونك كيتزاد. هادشي ان شاء الله مازال غنهضرو عليه. دونك دابا نشوفو لي كاركتيريستيك دو بيدجي دو ليطا، شناهو باش كيتميز هاد الميزانيه ديال الدوله. دونك اول حاجه، لو بيدجي كونستيتيي لانسترومون برانسيبال
par le pays duquel l'État finance ses interventions dans les différents domaines et lui permet en conséquence d'exercer effectivement ses prérogatives. Donc, had le budget de l'État ou le mizanie de l'État, هو كيشكل واحد الوسيلة أساسية، وسيلة أساسية ديال الفينانسمون ديال ليكونومي. يعني هاد لو بيدجي هي واحد الوسيلة اللي كتعتمد عليها الدولة باش تدخل، باش دير لانترفونسيون في ليكونومي ديال البلاد. وهاد لانترفونسيون اللي كتكون انترفونسيون فينانسيير، يعني عن طريق لي ديبونس بيبليك، ولكن هاد لي ديبونس بيبليك اللي كدير الدولة راه ضروري خاصها لي غوسيت باش نفينونسيها. هاد لي غوسيت راه كتجينيت من تماك، مثلا عن طريق لي بريليفمون فيسكال. دونك هاد لي بيدجي ليتا كيما قلت لكم كيمثل واحد الوسيلة هي أساسية بوغ لانترفونسيون ديال ليتا دون ليكونومي. وهاد لانترفونسيون اللي كيكون عندها دي كونسيكونس، يعني كيكون عندها واحد النتائج واحد الإيجابيات على الاقتصاد ديال البلاد. دونك اوسي لو بيدجي ديال ليتا تستعملو الدوله باش تطبق هذوك الامتيازات ديالها ولا السلطه ديالها بالنسبه لواحد البلاد. دونك اوسي لو بيدجي اون ريزونونس اون امبورطونس سو تروف باليزي، يعني لامبورطونس ديال هذا كيكون ملحوظ. يعني ملي كنشوفوا مثلا لو بيدجي ديال ليتا راه كيبان لنا ان الدوله خدامه، راه كاين واحد لو بيدجي ديال ليتا. مثلا ملي كتمشي كتلقى مثلا تلقى واحد البلديه باغ اكزومبل ولا عماله ولا ولايه كيقادو لك شي طريق ولا شي حاجه شارع ولا شي حاجه حديقه ولا هذا واحد المرافق عموميه، هنا كيبان لنا بان هاد لو بيجي ديال ليطا راه باين، باين لنا جي ليطا راه كتصرف، ها هي كدير مشاريع. هذا هو تنقولو سو تخوف باليزي، يعني ملحوظ هاد لو بيجي. دونك لو بيجي سو تخوف باليزي aux différentes étapes de son élaboration et de son exécution par un cadre juridique extrêmement dense. يعني ان هذا لو بيدجي ديال ليطا راه كيبان لينا، كيبان لينا في جميع لي زيتاب ديالو، يعني من الالابوراسيون ديالو حتى ليكزيكسيون ديالو باين. يعني من الالابوراسيون ديالو بار لو غوفيرنمون، لوتوريزاسيون ديالو بار لو بارلمون، اي ليكزيكسيون ديالو التنفيذ ديالو par le gouvernement de Chikibelina. Donc, on sait le budget constitue un miroir qui reflète l'équilibre des forces entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Yani le budget de l'État ou la loi de finances ra kibelina en kayen واحد l'équilibre des forces, واحد التوازن في القوة entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Yani en kayen واحد التكامل بيناتهم. يعني ان لو بوفوار ليجيسلاتيف لو بوفوار اكزيكوتيف اللي كيدير لنا الالابوراسيون ديال لو بيجي، كيجي لو بوفوار ليجيسلاتيف اللي هو البارلمون كيدير لنا لوتوريزاسيون ديال هاد اول حاجه كيدير بعدا ديسكسيون ديال هاد لو بيجي، راه ضروري لما ديسكسيون ديالو المناقشه ديالو باش الا كان شي موديفيكاسيون ولا شي حاجه ماشي تاليه راه كيديروا لنا موديفيكاسيون. دونك مي كيدير ديسكسيون ديالو كيجي لوتوريزاسيون ديالو بار لو بارلمون، يعني كيصادق عليه. الا شاف ان هاد لو بيدجي ديال ليطا ما خدامش للبلاد راه ما كيصادقوش عليه، يعني يكون فيه شي حوايج اللي ما خدامينش للبلاد، مثلا شي غوسيت فيسكال بزاف ولا مثلا دي ديبونس اللي ما تيكون مثلا اكسيسيف، يعني مفرطه في واحد القطاع ومخلين واحد التهميش واحد القطاع اخر. دونك هنا ما كيكون لوتوريزاسيون. دونك ابخي كيجي لو بوفوار اكزيكوتيف اللي كيدير لنا l'exécution de le budget de l'État. Donc aussi, enfin, le budget comporte des conséquences directes et indirectes sur la situation économique, financière, sociale et l'équilibre spatial. Donc, il y a le budget de l'État, un impact مباشر وغير مباشر على الوضعية الاقتصادية، الوضعية المالية، الاجتماعية بصفة عامة، ليكيليبر سباسيال ديال البلاد كلشي. يعني لو بيدجي ديال ليطا راه كيساعدنا في لا كرياسيون دو لومبلوا، لو بيدجي ديال ليطا تيكون ستيميلاسيون ديال ليبارن ديال الادخار، سوتيان لا بالونس دو بايمون،
كان فينونسي به لي زانفستيسمون، يعني عنده تأثير بزاف على ليكونومي ديال البلاد والوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية ديال البلاد. دونك دابا نشوفو لو رول دو بيدجي دو ليتا، شنو هو الدور ديال لو بيدجي دو ليتا بصفة عامة. نشوفو سيغ لو بلان سوسيال، سيغ لو بلان دو فينونسمون، او سيغ لو بلان ايكونوميك اي سباسيال. دونك سيغ لو بلان سوسيال، الجانب الاجتماعي، le budget de l'État constitue ce qui met un instrument de redistribution des richesses par le biais des prélèvements fiscaux. يعني ان هو واحد الوسيله ديال اعاده التوزيع ديال الثروات عن طريق لي بريليفمون فيسكو. يعني كنفرضوا الضرائب على الشركات، كنفرضوا الضرائب على الناس الاغنياء، هذا الشيء كيساعدنا في واحد إعادة توزيع الثروات. يعني كنشدو من الناس اللي عندهم الفلوس، مثلا الشركات اللي كيربحوا والناس الأغنياء، وهاد الثروات هادو، هاد لي غوسيت فيسكال هما باش كنفينونسي لي ديبونس بيبليك. هنا بحال شي حد التوزيع ديال الثروات. دونك ان مويان دو تراديكسيون ايفيكتيف دو لا سوليداريتي ناسيونال سيغيتا، يعني هو واحد الوسيله للتضامن بين مكونات ديال المجتمع. يعني كيكون واحد التضامن هنا، مثلا كشي قلت لكم دابا ديال لي غوسيت فيسكال، دونك كنحيدوهم الشركات وكنساعدو باش نفينونسو الوضعيه الاقتصاديه الوضعيه الاجتماعيه في البلاد. دابا سيغ لو بلان دو فينونسمون دو ليكونومي، يعني نشوفو في الجانب ديال تمويل الاقتصاد. دونك اول حاجه هو اكسونتي لا بريسيون سيغ لي غوسيت فينونسيير ديسبونيبل. يعني هاد الواد فينونس ولا البروجي ديال ليطا ولا البيدجي ديال ليطا، هو كيأكد لينا هذاك الضغط اللي كيكون على لي ريسورس فينونسيير ديسپونيبل. حيت قلت لكم في لي بيدجي دو ليطا راه كيكونوا لي غوسيت، راه كنعرفوا شنو هما لي غوسيت فينونسيير ديال ليطا، لي ريسورس فينونسيير ديال ليطا ها هما. مثلا الغوسيت فيسكال، الغوسيت مثلا كتجي من حوايج اخرين. دونك هنايا هذا كيأكد لي داك البريسيون اللي كيكون على لي ريسورس فينونسيير ديسپونيبل اللي كاينين في البلاد. دونك اوسي كيساعدنا بور ريدوير اون كونسيكونس لي بوسيبيليتي دو فينونسمون ليسي ا لا ديسبوزيسيون دي سيكتور بريفي. يعني كيحد من ديك من هذوك التاثير اللي ممكن يحدوا لينا داك الا خلينا ان ليكونومي ديال البلاد كيفينونسي غير باغ لي سيكتور بريفي، الا خلينا غير السيكتور بريفي هو اللي كيفينونسي ليكونومي، راه كيكون واحد التاثير. لان الفينونس بريفي راه ماشي بحال الفينونس بيبليك، فينونس بيبليك ما عندوش واحد الهدف ربحي، باغ كونتخ ان الفينونس بريفي راه عنده هدف ربحي. فينونس بريفي راه كيشد لي زانتيري، يعني كيكون ربح، وان تا دوك الارباح راه كيدوهم الناس البريفي، الناس الخاصين، ماشي بحال الفينونس بيبليك ديال ليطا. الفينونس بيبليك ديال ليطا يعني ان دوك ليطا ما كيكونش عندها واحد الهدف ربحي، يعني ان هادوك لي غوسيت فينونسيير اللي كتربح ليطا ولا لي غوسورس اللي كتربح ليطا راه تيكون تتكون النتيجه ديالها ولا الهدف منها هو اننا نديبونسيو ولا نفيرونسي ليكونومي. دابا نشوفو سيغ لو بلان ايكونوميك اي سباسيال، في الجانب الاقتصادي والجانب ايضا عنده علاقه بالسباس ديال ليسباس ديال ليكونومي. دونك لو بيجي بيرمي اول حاجه لونكوراجمون دي سيغتان اكتيفيتي، يعني لو بيجي دو ليتا كيساعدنا باش نشجعو بعض الانشطه الاقتصاديه. بور ريدوير لي كو دو فاكتور، كيساعدنا باش نقلصو من هذوك التكاليف ديال لي فاكتور دو برودكسيون. اي بور اورينتي دي انفيستيسمون دو فاصون بلي برونونسي فير دي زون او دي سيكتور ديتيرميني. يعني هادشي كيساعدنا لو بيدجي ديال ليطا كيساعدنا باش نوجهو هاد الاستثمارات فواحد لي زون محددين ولا واحد القطاعات محدده. دونك اوسي عندنا l'atténuation des répercussions des variations économiques à caractère conjoncturel ou cyclique à part. Donc, il y a aussi un budget de l'État qui sert à faire l'attal de l'économie. Il y a un budget de l'État qui sert à la conjoncture économique. Il y a un budget de la conjoncture économique ou la سيكليك ايكونوميك راه تتغير، حيت كاين لي فليكتياسيون، يعني الوضعيه الاقتصاديه راه ما كتكونش هي هي، يعني مثلا هذا العام راه ماشي بحال العام الجاي، يعني كيكون لو كونجونكتيغ ايكونوميك كتبدل والوضعيه الاقتصاديه كتبدل. دونك هاد لو بيدجي دو ليتا راه كيساعدنا في تخفيف الاثار،
ديال هاد التغير ديال لا كونجونكتير ايكونوميك، حيت ملي كيكون واحد التغير في كونجونكتير ايكونوميك مثلا واحد البيريود دو ريسيسيون ولا واحد البيريود دو كريز، راه هادشي راه كيأثر في الاقتصاد، كي ممكن يأثر في الاقتصاد. دونك هنا لو بيدجي دو ليتا هو كيساعدنا باش يخفف لينا هاد الآثار ديال التغير ديال لا كونجونكتير ايكونوميك عن طريق اش؟ لو رونفورسمون دو لوفر بار لانسيتياسيون اون انفيستيسمون بروديكتيف، يعني الدولة كتشجع العرض، كتشجع لوفر، مثلا لي زونتربريز كتقدم لهم لي سيفونسيون، كتقدم لهم الدعم باش يقدروا ينتجوا اكثر. دونك هنا لانفيستيسمون بروديكتيف دي اول حاجه. مثلا كان عندنا واحد مثلا كونجونكتير ايكونوميك ريسيسيون اللي اثرت لنا على لوفر، يعني واحد لا ديميسيون ديال لا دوموند، دونك لي زونتربريز ما بقاوش ينتجوا، دونك الدوله كتساعدهم كتعطيهم سيفونسيون كتساعدهم باش يقدروا يتجاوزوا هاد الريسيسيون. اوسي لونكوراجمون دو لا دوموند par le biais de l'amélioration du pouvoir d'achat du ménage. Aussi, quand on a la crise économique, la récession, le budget de l'État a acquis l'encouragement de la demande. L'exemple de l'Etchi, c'est le modèle keynésien. En 1929, quand la crise économique, la crise de surproduction, donc les entreprises ne peuvent pas gagner un jour, donc on a la baisse de la demande effective. Donc, كينيز جا قال لك ان الدوله خاصها تدخل عن طريق لو بيجي ديالها لا بوليتيك بيجيتير، حيت لا بوليتيك بيجيتير راه كتساعدنا في لونكوراجمون ديال لا دوموند ايفيكتيف، كتساعد في لوغمونطاسيون ديال لا دوموند ايفيكتيف. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون هذه، ان شاء الله في الفيديو المقبل غنكمل لكم لي بارتي اللي بقاو في هذا الشابتر ديال لو رول ديال ليتا دون ليكونومي اي لو زوتر شابتر ديال فينونس بيبليك.